الرحمن، جزيل الشكر للأخوة الكرام الذين اجتهدوا لوضع هذه العلامات المعينة لمن يمشي في هذا المكان المرتفع من قرنكان. ما شاء الله، طريق جميلة رائعة، فيها تصليح مع تعاقب الآباء الذين يمشون كانوا هنا. طبعا هذه قرون أيضا في هذه القمة من قرن وكان، مناظر جميلة خلابة رائعة، فيها صورة من إبداع الخالق جل جلاله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والذي يأتي إلى هنا سيرى مظاهر قدرة الله الواحد الأحد، خالق كل شيء ومدبر كل شيء، الحكيم الخبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى تدبر آيات الله، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله على نعمة الصحة، مكننا الله عز وجل من الوصول إلى هنا فوق هذا المكان المرتفع. هذه القرون من الأسفل تظهر يعني ما شاء الله بعلوها، ونحن الآن بحمد الله وفضله نمر بجانبها. هذا فضل من الله عز وجل، فنعمة الله هي علينا أن مكننا من الوصول إلى هنا. طبعا مكان يخرج منه السالك إلى هذا المكان مناظر ومشاهد جميلة لا يدركها إلا من يصعد إلى هذه الجبال، من له هواية بالمشي، من يأتي إلى هنا ويوثق، كل من يأتي إلى هنا يوثق هذه الأشياء، هذه المشاهد، يري الآخرين مظاهر نعم الله عز وجل، مظاهر قدرة الله عز وجل. ما شاء الله، هذه الأشجار التي تنبت بين هذه الصخور، هذه الجذور اللينة التي تخترق هذه الصخور، مظاهر من نعم الله من آيات الله عز وجل. ولله الحمد، طريق واضح وأيضا صلب وطريق سهل، وبالرغم من الارتفاع الشاهق إلا أن المشي رويدا رويدا ومراعاة الأمان، فكل هذه معينات للاستمتاع بهذا المكان ورؤية جمال الطبيعة وما خلق الله عز وجل. ما شاء الله، أيضا جبال شاهقة، بالرغم نحن في مكان مرتفع إلا أن هذه الجبال مثل الجدران. ما شاء الله، نعم الله وفضل الله.